أهلا بكم إلى الحدث المصري، والحدث ينطلق من فتوى للدكتور سعد الدين الهلالي. رأي ولكنه قيل أنه فتوى وبيان من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بيرفض هذا الرأي ويعتبره، إن كان قال عليه فتوى، ويعتبره انحرافا وتضليلا. هذا ما جاء في بيان الأزهر. دكتور سعد الدين الهلالي قبل هذا البيان طلع هو كمان بيان لتصحيح الأمور والتأكيد على أن الإسلام مبني على الشهادتين، وأن رأيه أو فتواه استهدفت غير المسلمين، ثم طرح سؤالا وقال كده: إيه حكم غير المسلمين من اليهود الذين آمنوا بموسى وعيسى؟ هل يجوز أن نطلق عليهم لفظ الإسلام أو مسلمين؟ ده بعض الأسئلة. لكن الحقيقة البيان اللي جاء في الأزهر يعني كان حادا جدا، وكان في غير صالح الدكتور سعد الدين الهلالي على الإطلاق. بعض الجهات الأخرى أو بعض المتربصين بالدكتور سعد الدين الهلالي أو بالأزهر استغلوا هذا الخلاف بشكل أو بآخر، مما جعل الدكتور سعد الدين الهلالي أقرأ له تصريح بأن هناك أكثر من 7-8 كده إخوانجية داخل مؤسسة الأزهر والأوقاف وغيرها.